هكذا الفريق الركن معالي الشيخ الراشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية عمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي زادت قوة ورسوخا في عهد القيادتين الحاكمتين لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. جاء ذلك خلال استقبال معالي الوزير اللواء الركن حسين هزاع المجالي مدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده في البحرين. وأشاد معالي الوزير بالجهود الدؤوبة والناجحة التي بذلها اللواء المجالي في توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مما كان له الأثر البالغ في تعميق التواصل والتشاور بما يخدم المصالح الوطنية المشتركة. وقد هنأ معالي مدير الأمن العام الأردني بثقة الملكية السامية بتعيينه في هذا المنصب، متمنيا له التوفيق والسداد في عمله الجديد. كما أعرب معالي عن تطلعه إلى مواصلة العمل والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات الأمنية وتعزيز أوجه التعاون القائم والمتميز بما يسهم في أمن واستقرار البلدين الشقيقين ويحقق لهما التقدم والازدهار.